للحديث عن أسباب إصرار الميليشيات الموالية لإيران منع النازحين من ناحية جرف الصخر من العودة إلى مناطقهم الأصلية رغم الوعود الحكومية والانتخابية بإعادتهم، معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر النايل، بداية مرحبا بك. 7 سنوات مرت على هذه الأزمة الكبيرة، هذه المأساة، مأساة النازحين الذين هجروا من ناحية جرف الصخر. 7 سنوات انتهاكات لحقوقهم الإنسانية وكذلك الدستورية. لماذا برأيك يستمر هذا الواقع أستاذ عبد القادر؟ أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام. جرف الصخر مأساة القرن الحديث، لأن أكبر كتلة بشرية تم تهجيرها، وهي لا تفرق حقيقة عن مأساة المسلمين في الهند، ولا كذلك ما يجري الآن في الصين على الإيغور ولا بورما. ولذلك جرف الصخر جرى عملية تهجير قسري لهم لكتلة بشرية كبيرة، يعني تصل إلى 200,000 نسمة، وبالتالي على أسس عرقية وطائفية بدعم دولة كإيران، وبالتالي تنفيذ ميليشيات تابعة لها تستولي على الأرض والممتلكات الخاصة والعامة في هذه الناحية التي تقع شمال بغداد في محافظة بابل. بالتالي القضية واضحة تماما أن هذه المنطقة أصبحت منطقة استراتيجية، لأنها تمثل عقدة الطرق لإيران ولمشروعها، وبالتالي أصبحت عاصمة الحرس الثوري لتصدير الإرهاب والشرور إلى المنطقة وليس فقط في العراق. فما يجري الآن في سوريا من تدخل وسيطرة هذه الميليشيات هي في جرف الصخر يجرى تدريبها، وما يجري من طائرات مسيرة تستهدف السعودية وربما الكويت لاحقا هي في جرف الصخر يتم إنتاجها ويدرب الحوثيون فيها، وربما أيضا هناك مؤشرات على انطلاق هذه الطائرات المسيرة باتجاه دول جوار العراق تجري. وما يجري من عملية مساعدة البككة الإرهابية أيضا يجري عمليات تدريبهم على استخدام الطائرات المسيرة وإخفاء قياداتهم ودعمهم لوجستيا وعسكريا أيضا في جرف الصخر. لذلك أصبحت عاصمة للحرس الثوري الإيراني وأذرعه في المنطقة من المنظمات الإرهابية. هذا حقيقة يؤهلها على أنهم اختاروا هذه المنطقة لتقع فريسة للإرهاب الإيراني، وبالتالي تهجير أهلها أصبح يعني قضية سائغة بتواطئ طبعا من الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي والدول التي تشهد هذه العملية الإجرامية على أهالي جرف الصخر. ماذا بشأن الوعود التي قطعها المرشحون في الانتخابات البرلمانية بإعادة أهالي جرف الصخر النازحين إلى مناطقهم؟ تتحدث أستاذ عبد القادر أن المشكلة كبيرة جدا، وهناك يعني قوة إقليمية مسيطرة على هذه الناحية وتمنع رجوع الأهالي إلى مناطقهم الأصلية، ولكن يعني كيف تنظر إلى هذه الوعود، وعود المرشحين في الانتخابات البرلمانية؟ هل هم بمستوى القدرة على الإيفاء بهذه الوعود في حال يعني فوزهم في الانتخابات؟ إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هؤلاء لما مات ضميرهم وبدأوا يتاجرون بقضايا النازحين وفي مقدمتهم جرف الصخر، كان لديهم حقيقة توجيه إيراني وتوجيه من هذه الأحزاب للعزف على هذه القضية من أجل زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات. وبالتالي ما حدث من هذه الوعود أنهم يتاجرون تجارة رخيصة بملف كبير تماما، وبجريمة ارتكبت، هذه الجريمة دولية التهجير القسري ارتكبت بحق أهالي جرف الصخر من أجل حقيقة وعود سياسية لهم ومصالح نفعية بإطار شخصي لا علاقة لهم فيها بإرجاع جرف الصخر. وبالتالي هؤلاء غير قادرين على أن يحموا أنفسهم ومن ثم مكتسباتهم السياسية حتى يتم الإيفاء بوعودهم من باتجاه إعادة أهالي جرف الصخر، لأن القضية قضية كما تفضلتم قضية كبيرة تتعلق بموافقة دول إقليمية وميليشيات أخرى لأذرع للحرس الثوري الإيراني، منها في لبنان ومنها في اليمن ومنها تنظيم أجنبي ليس عربيا وهو البككة. إذا نتكلم عن إطار كبير معقد لهذه القضية، وهؤلاء حقيقة يمارسون دور الكومباكس الذي يريد الضحك على الذقون دون أن يراعي أن كذبهم سيكون مفضوحا، لأن القضية تحتاج إلى وقت تنكشف وتنجلي أكاذيبهم التي أطلقوها بإرجاعها لجرف الصخر. وبالتالي حقيقة هم لا يخجلون
من تصدير أكاذيبهم ولا بفضح أكاذيبهم ووعودهم التي ما تنطلي على أحد. وحتى أهالي جوف الصخر لم يذهبوا بعيدا ولم يعني يجعلوا آمالهم ويعلقوا آمالهم على هؤلاء الكذابين الأفاكين الذين حقيقة يمتهنون الكذب السياسي الصريح وبدون خجل بتجارتهم لأهالي هذه الناحية، فضلا على أنه في الناحية ملف خطير ومهم وهم المغيبين والمعتقلين في السجون السرية داخل ناحية جرف الصخر. بالتالي إذا هو هؤلاء يتاجرون بقضيتين إنسانيتين كبيرة لمكون كبير وهم سنة العراق في العراق. بالتالي حقيقة هذه التجارة الباطلة وهذه الادعاءات الفارغة ستنكشف خلال الأيام القادمة بأنهم كاذبون، وهذا حقيقة يعلمها الشعب العراقي ويعلمها النازحون. ولذلك السلطات الحكومية متواطئة بهذا الإطار، وهؤلاء حقيقة لا يهمهم رجوع جرف الصخر، إنما كان يهمهم فقط وعود انتخابية تنتهي بانتهاء الانتخابات، وبالفعل قد انتهت بهذا الإطار. استمرار هذا التهجير القسري لأهالي ناحية جرف الصخر وأيضا مدن بعينها، من وجهة نظرك يعني ألا ترى أن هناك تناقضا فيما يطرحه البعض عن أن العراق فيه مفهوم للدولة؟ أين مفهوم الدولة؟ أين مفهوم يعني القرار السياسي الذي بإمكانه أن يكون قرارا فعالا ينهي مشاكل العراقيين؟ يعني مفهوم الدولة يغيب أمام سطوة الميليشيات التي بيدها القرار في العراق. المناطق في دول العالم جميعا هناك مناطق تخضع للمافيات، وبالتالي هناك عصابات تتحكم بمناطق معينة في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، في حتى في دول أوروبا الشرقية. حقيقة كل هؤلاء حقيقة رغم أنهم مافيات لكنهم يمتلكون يعني نظاما يعمل في حكم المواطنين هناك. إلا في العراق حقيقة فإن ما يجري من عملية الإجرام فاق حقيقة حتى مناطق المافيات. لذلك لا وجود لشيء اسمه نظاما سياسيا أو عملية سياسية في العراق. الكل جميع يخضع لمنطق هذه الميليشيات، وهو منطق غريب معوج لم تستخدمه لا المافيات ولا العصابات في كل دول العالم ولا المناطق التي يسيطرون عليها. بالتالي ما يجري الحقيقة الآن هو خارج موضوع الإنسانية تماما. هؤلاء لا يمتلكون إنسانية، إنما يمتلكون منهجا وحشيا إجراميا إرهابيا بحق المواطنين وبحق البشر. لذلك هؤلاء حقيقة في العراق لا يوجد هناك أي نظام، لأن النظام الذي يتحكم فيه الميليشيات لا يمكن أن يسمى نظاما ولا عملية سياسية، وبالتالي لا يخجلون من هذا الواقع المزري الذي أصبحت علامة تهجير جرف الصخر وعزيز بلد وتل الأعفار ومناطق في كركوك والأنبار، وخضوع القائم لعمليات الانتشار الواسع للميليشيات وربط العراق بسوريا وتصدير الميليشيات إلى دول الجوار وإلى الدول الإقليمية كاللعب على ورقة البككة وإعطائهم سنجار. كل هذه حقيقة أصبحت الحكومة وأحزابها الفاسدة لا تخجل، لأن كل الإطار السياسي تابع لهذه الميليشيات، وبالتالي هو يدعم هذا المشروع الخبيث الذي تقوده إيران في المنطقة، وهم يريدون الوصول إلى حفلة من جنون الإرهاب الذي يريدون نشرها واستهداف ليس فقط أمن العراق ولا أمن النازحين، إنما أمن دول الجوار وفي مقدمتها الأمن التركي وغيرها من الدول كسوريا واليمن والسعودية ودول أخرى كعربية، وأيضا حقيقة الأردن ليس بمعزل عن هذا الإرهاصات الإرهابية التي تريد تنفيذها إيران في المنطقة. لذلك لا يوجد هناك نظاما في العراق حتى يمكن أن يقول كيف يمكن لهؤلاء أن يخجلوا مما تفعله الميليشيات من إرهاب وتهجير وارتكاب جرائم جنائية دولية ليست على حساب الوطن فقط. شكرا لك أستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب.